يا صباح الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، معكم أنا إيمان عزيزة، وزي ما احنا متعودين كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 على الهواء مباشرة، وحلقة جديدة من سكة السلامة. سكة السلامة النهاردة فقراتنا كالمعتاد، الفقرة الاجتماعية والفقرة الطبية. واسمحوا لي قبل ما استعرض الفقرات معاكم أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. احنا شهر 3 وداخلين على أعياد الأم، وطبعا اليومين اللي فاتوا بما فيهم بقى من أحداث وأعاصير وكان زعابيب ومطر، أعتقد عدوا الحمد لله بسلام، ونأمل يا رب أن تكون غمة واتزاحت علينا يا رب ونعيش في أمان وسلام. فقرتنا المعتادة النهاردة الفقرة الاجتماعية هنتكلم فيها عن حاجة جميلة جدا جدا، وهي فن اختيار الهدايا. اختيار الهدايا ما أعتقدش أن ما فيش حد فينا ما بيحبش يتهادى وما بيحبش ان حد يجيب له هديه. قد ايه بيكون البني ادم سعيد لما بيشوف اللي قدامه هو جايب له هديه، او الشخص اللي بيحبه او حد قريب منه او عزيز عليه جايب له هديه جميله. بيبقى في نوع كده من انواع السعاده المبرره الحقيقه، حتى مهما كانت الهديه، ولو ورده بسيطه ولو حتى هديه غاليه ولو اي حاجه ممكن من شانها ان هي تدخل السرور والسعاده على الشخص اللي احنا بنديله الهديه. بما اننا في شهر 3 وداخلين على اعياد الام، هنتكلم النهارده باستفاضه اكتر عن فن اختيار الهدايا، وخصوصا لست الحبايب كل سنه وكل ام في الوطن العربي وهي شايله ومستحمله وشايله هموم الدنيا كلها فوق دماغها، وهي طيبه وهي بألف صحه وبسلامه، ويا رب يحفظ امهاتنا جميعا يا رب من كل شر، والوالدته مش متواجده معانا على قيد الحياه، يا رب يا رب يرحمها ويعوضوا عنها خير. فقرتنا الطبيه هتكون طبعا بما اننا الايام دي بنشتكي من كورونا وفيروس كورونا، هيكون معانا فيها الدكتور اللي هيكلمنا عن الأمراض التنفسية والجهاز التنفسي المنتشرة دلوقتي، وخصوصا الكورونا في حديثي الولادة. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين كلامنا وفقرتنا الاجتماعية اللي هنتكلم فيها عن أسس وفن اختيار الهدايا. النهاردة طبعا بما أننا زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة أن احنا في أعياد داخل علينا بقى، وأعياد ربيع وأعياد عيد الأم، فاحنا هنتكلم النهاردة عن فن اختيار الهدايا وخصوصا للأمهات والحموات. هتكلمنا النهاردة عنها باستفاضة دكتور شريهان الدسوقي خبيرة الاتيكيت المعاصر. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا بيكي دكتورة إيمان حبيبتي، كل سنة وإنتي طيبة. وإنتي طيبة يا رب، وبألف صحة وسلامة، ويا رب كل أم تسمعنا أمين. وهي طيبة وبخير. اللهم أمين يا رب حبيبتي. اللهم أمين. زي ما حضرتك سمعتي في المقدمة، إحنا عايزين نعرف من حضرتك أول حاجة الاتيكيت بتاع اختيار الهدايا ازاي؟ ايوه جميل قوي. طيب هو دايما الاتيكيت هو ايه؟ هو فن الرقي والذوق والشياكه، وهو مقتبس من كلمه تيكيت، اي الدخول لعالم افضل وعالم ارقى وعالم اشيك. طيب دايما انا بنوه في كل حلقاتي ان الاتيكيت طبعا احنا مقتبسين خصائصه من دين من ديننا ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي نقطه الهدايا الرسول قال ايه في حديثه كان صلى الله عليه وسلم؟ تهادوا تحابوا. ده معناه ايه؟ معنى ان قد ايه الهديه لها اثر قوي جدا في توطيد العلاقات الاجتماعيه، وتعمل حاجه اسمها ريكور عندنا في الاتيكيت، ريكور الالفه بين افراد المجتمع الواحد. ففعلا الاتيكيت مهم قوي ان احنا نقتبس خصائصه واحنا بنجيب الهدايا، سواء بقى لاحبابنا، لاولادنا، لامهاتنا، لكل الاشخاص. لكل الاشخاص حقيقي. لكل الأشخاص. ايوه. طيب ده كده ازاي اختار فن الهديه. طيب انا عايزه دلوقتي اعرف، المفترض دلوقتي ان انا عندي اشخاص كتيره جدا في المحيط بتاعي، هل ينفع ان انا اجيب هديه لاي شخص واي حد قدامي حتى لو انا ما اعرفوش معرفه كامله؟ بصي، هو دايما ما فعلا دايما بنقول ايه، فاكره فيلم احمد حلمي بيقول لك فن اختيار الهدايا. زي ما انت بتختاري الهديه بتختاري الشخص اللي انت بتديله الهديه بالزبط. هل هو هيتقبل منك؟ في ناس ممكن ما تتقبلش منك الهديه او تفهم غلط. دايما انت زي ما احنا قلنا في الاول ريكور، هل في الفه، في ود بينك وبين الشخص ده يستحق فعلا انت تجيبي له هديه؟ احنا ممكن نكون في شغلنا طبعا بيبقى لينا محيط ناس كتير جدا، هل كلهم يستحقوا ان احنا نجيب لهم الهدايا، ولا بيكون اشخاص قريبين مننا قوي؟ بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه، لان ساعات بيبقى مثلا انا عندي زمايل كتيره جدا في الشغل،
وجبت هديه وخصيت هديه بحد معين بالظبط. تمام، فانا دلوقتي ممكن الحد التاني ده يزعل، ده حقيقي. بس يعني انا شايفه ان من وجهه نظري ان هو مش من حقه ان هو يزعل، لان الشخص التاني ده اقرب مني اكتر. بالظبط، وكمان حسب كمان المناسبه، ما ممكن يكون الشخص ده عيد ميلاده تمام وعايزين نحتفل بيه في مثلا في الشغل، فهاش مشكله ابدا لو كلنا حتى عشان نتغاضى عن يحصل مشكله ممكن كلنا نجمع من بعض مبلغ مالي بالظبط بسيط ونجيب له هديه قيمه نديها له كلنا، فبحيث ان احنا كلنا يبقى عارفه بتبقى لفته انسانيه جميله، بالظبط. طيب فبالتالي مش حدش هيزعل من حد على حساب حد. طيب انا دلوقتي واحده ست في شغل، والمفترض ان انا عندي زميل راجل، طيب ده بالذات النقطه دي ممكن بتزعل ناس كتيره جدا، وبيبقى ساعات بيبقى شكلها مش حلو، هل ينفع ان انا كواحده ست اجيب هديه لراجل زميلي في الشغل؟ بصي هو ده فعلا بيحصل، واحيانا برضو زميلك الرجل ممكن يجيب لك هديه في مناسبه، ولكن طبعا هي بالعكس. ايه هي بقى الهديه؟ هنا بقى النقطه في فن اختيار الهديه. يعني دايما بقول بنقسم لجزئين، في جزء الناس الخاصه بينا او القريبين مننا قوي، في الناس الاغراب. تمام طبعا القريبين مننا قوي ممكن بنجيب لهم مثلا ملابس، مش معقول زميلي في الشغل هيجيب له تيشرت، طب ما هو دي برضو بالظبط حاجه شخصيه دي حاجه قوي حميميه حميميه شويه، قوي، فطبعا فما لا. بس دايما السهل لما باجي اجيب لزميل راجل بيبقى يعني عارفه الرجاله دايما هي حاجاتهم اهداف محفوظه محدده، دايما عارفه بنميل للجلود، ايه مثلا اللي هي ساعه. الاحزام، يعني عارفه ساعه مثلا، الاحزمه الجلديه، المحافظ، الحاجات دي الحاجات اللي ما فيهاش مقاسات، بالظبط ما فيهاش ما مقاسات في فيهاش نفس مقاس الوقت، يعني عارفه بترضي جميع الاطراف بالظبط. وبتبقى برضو ما فيهاش حميميه قوي، طب لو فدي العكس بتبقى سهله. بصي لو العكس، الرجل ما بيجيب مثلا هديه لمثلا زميله لزميلة بس ما فيش برضو بينهم علاقه رسميه قوي، فبتكون مش حاجه بقى شخصيه، مش بارفيوم مثلا، ممكن مثلا نظاره شمسيه، شنطة بصي برضو ممكن تعتبر حاجة بس شخصية. حاجه شخصيه، تمام ممكن حاجه تستخدمها في البيت مثلا، حاجة مثلا حاجه جهاز عامه، معين ايوه او كده بالظبط يعني. حاجه عامه، تابلو مثلا شيك، فاز شيك، فبتكون برضو بعيده قوي ان هم يكونوا قريبين تبقى من حاجة بعض شخصية. حقيقي. طيب دلوقتي بما اننا داخلين بقى احنا في شهر مارس، وكل سنة وكل ام طيبة، ايوه فن اختيار الهدايا للام وللحماية، ايوه عايزين بقى نفرق ما بين الاثنين، وهل هم هيبقوا واحد عشان ما حدش فينا يزعل يزعل. مننا. ما حماتي ممكن تقول انا ايوه انت جبتي لمامتك هدية اغلى، هاي والام تقول لي يا مثلا انت جبتي لحماتك هدية اغلى. عايزين نعرف ازاي نختار الهدايا للام وللحما. طب هو عامة طبعا انا دايما بقول شهر مارس هو شهر المرأة، احنا بدأنا فيه من يوم 8 يوم المرأة العالمي، ويوم تمام 16 يوم ام الشهيد، طبعا كل سنة هم طيبين، وهم طيبين وبينتهي بيوم 21 مارس اللي هو عيد الام تمام. طبعا. واحب اقول لامي طبعا كل سنة وهي طيبة وهي وربنا طيبة يخليها احنا لينا يا بنوجه رب. لها على الشاشة يعني كل سنة وحضرتك طيبة وكل الامهات يا طيبين. حبيبتي ميرسي ليكي قوي. طيب لما باجي بقى اختار هنا، لو انا متزوجة وبعمل او بجيب هدية لوالدتي وحماتي، تمام هنا طبعا امي اكيد غاليه عليا جدا، اكيد وحماتي اكيد غاليه على زوجي جدا، بالظبط. فلو احنا هنتقابل في نفس المكان لازم تكون الهديه يا زي بعض بالظبط، او لو في اختلاف بين امي وحماتي في الشكل او الستايل بتكون الهديه بنفس القيمه، يعني مش شرط تكون نفس الهديه ولكن بنفس القيمه مفيش الماديه واحدة تحس ان التانية حقيقي جات لها هدية اغلى منها. بالظبط. ده تمام لازم. تاني حاجه دايما بقول يا جماعه نختار الهديه اللي هي طويله المدى او طويله الاثر ليهم، يعني مثلا دايما بنجيب لهم مثلا عارفه الاي شارب، اذا انت قلتي مثلا حقيبه، اي حاجه مثلا طول ما هم لابسينها يبقوا فرحانين، او دي بنتي فرحانين جابتها لي، وبالظبط ابني بيبقوا جابها لي، مبسوطين وتبقى معمرة شوية بالظبط. يعني بلاش يعني نجيب هديه بتخلص من مجرد استخدام شخصي مره واتنين وتلاته وتخلص زي وخلاص، البرفيوم مثلا، بلاش ده. ممكن نجيب برفيوم ملحق بالهديه الاساسيه، تمام ما يبقاش هو الحاجة الأساسية. بالظبط، فبتكون ان هي طويله المدى معاها فهتفرح بيها اكتر. طيب عايزين نعرف برضو كمان أمثلة، عشان دلوقتي زمان الناس محتاره طبعا هيجيبوا ايه وهيعملوا ايه وهيسووا ايه يعني، فعايزين بقى بالظبط تدينا بقى امثله كده امثله للام الهدايا. والحما، ايه الحاجات اللي ممكن تتجاب؟ بصي الحاجات دايما يعني عارفه الشالات دي بيحبوا زي ما قلنا الحقائب، تمام في حاجه بقى تانية جميله قوي لو عدد يعني دايما بنيجي نختار هديه للام والحما ان هم اكبر سنا، فدايما الحاجه اللي استخدموها اكتر، يعني مثلا انا عارفه والدتي ناقصها ايه في البيت، حماتي ناقصها ايه، لو حاجه غاليه شويه طبعا لنزور في الحياه الاجتماعيه دلوقتي طبعا، فممكن لو انا عدد الاخوات 2 أو 3 نشترك كلنا مع بعض ونجيب نجمع لها مع مثلا بعض، اي زي اجهزه كهربائيه، في حاجه مثلا غرفه في المنزل محتاجه تتجدد محتاجة تدهن تكييف. تكييف، محتاجه مثلا سجاد جديده، حلوه قوي قوي لو احنا اتجمعنا وجبنا لها، ده يا بتبقى دي حلوة بقى جدا. تفرح جدا جدا، دي بتبقى احسن كمان من الهدايا البسيطه اللي ممكن نجيبها لها على مدار السنه. طيب ساعات دلوقتي كده الامهات كانوا زمان احنا كنا متعودين البوكس الحلو الجميل ايوه وبرده البلاستيك والمنديل وازازه البرفيوم الصغيره، طبعا ده كان زمان جدا اللي كانوا فاكرين انا كنت بعمل كده فعلا انا بصراحه كنت لازم. بعمل كده برضو انا كمان، فكانت طبعا كانت حاجه معبره وكانت حلوه قوي ولطيفه على قد ايدينا زي ما كنا اطفال وقتها.
طيب دلوقتي الهدية لازم تكون غالية ولا ممكن لازم يعني ممكن ان انا لو مش معايا ممكن اقدر اجيب هدية رخيصة؟ وهل الشخص اللي قدامي فعلا بيشوفني بعينين ايوه مختلفة لو انا جبت هدية غالية او رخيصة ولا لا؟ بصي، هو دايما الهدية في قيمتها المعنوية اكتر من قيمتها المادية. يعني انا ممكن اجيب مثلا لوالدتي او لحمتي هدية غالية جدا، ولكن هي بالنسبة لهم زيها زي الرخيصة. ليه؟ مش محتاجاها. لان لا يعني هم من كتر حبهم فيكي اي حاجة تجيبيها تبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، مش مهم سعرها ايه. يعني مثلا تمام، حتى لو جبتي مثلا موبايل، زي مثلا تجيب لها طقم كوبايات اللي هو نظام انت افتكرتيها او بالظبط. افتكرتك فخلاص، فانت كده بالنسبه لي خلاص او حبيبتي. كمان فكرتي في نقطه، يعني انا بنوه للزوجات الشابات الجداد، كفايه بقى يا جماعه ان طقم الكوبايات اللي دايما بتجيبوه بتاع لمامتكم النيش ولحماتكم خلاص بتاع النيش. زهقوا. حقيقي يعني خلاص ما بقتش حتى من الاتيكيت خالص، يعني نتجه لحاجه تانية اشيك وارقى شويه. طب حتى زي دايما يعني زي ما احنا قلنا في الاول، يعني حاجه شخصيه ليها، حاجه في البيت هي محتاجاها، يعني مش شرط نحدد حاجه معينه كده. انا من كتر ما بعض محاميتي بتقول مثلا ناقصني كذا عايزه اجيبه، وانت بالظبط. قاعده مع والدتك عارفه في البيت ناقصها ايه هي عايزه تجيبه، فدايما ناخد بالنا من النقطه دي. في حاجه بقى مهمه جدا، يوم الزياره وانا رايحه إيه مثلا بالظبط، حميتي ايوه بقى انا دلوقتي خلاص خدت الحاجه ورايحه واشتريتها ورايحه، مين الاول ومين التاني ومين انا رايحه وانا رايحه باخد معايا ايه؟ ايوه بصي، لو انا مثلا الاخت الكبيره او الاخ الكبير وخلاص عارف ان اخواتي موجودين مع زوجاتهم او ازواجهم، دايما الام بتبقى فرحانه بينا ونفسها تعمل لنا يعني كل حاجه عندها. اكيد. لكن انا دايما بقول اليوم ده لازم نروح الاول، يوم عيد الام بالظبط، يعني لا قبله بيوم ولا بعده بيوم، لان بيبقى ليه اثر احلى ان هو يوم عيد الام حتى لو احنا والناس مشغولين كلها محتفلة مع بعض. بالظبط. والحمد لله ان هو جاي في يوم اجازه السنه دي، كويس. لكن السنين اللي فاتت كانت دايما لو احنا في الشغل لا، يعني حتى لو نروح لها بالليل بس بتبقى هي فعلا قاعده منتظره اولادها، خصوصا لو مثلا في حد من الجيران اولاده رايح له في دي اليوم فعلا ده نقطة مهمة جدا، جدا لأن بتبقى اليوم فارق معاهم قوي قوي حقيقي. قوي. لان لو مثلا يعني الجيران شايفه اولادهم رايحه وهي لا عارفه، حتى رحت تاني يوم برضه تفضل متاثره، اللي هي لا فناخد هي خلاص بالنا عدت اليوم وهي زعلانة. بالظبط، لازم في نفس اليوم. تاني حاجه لازم نحاول نريحها بقدر الامكان، يعني لو مثلا لفته انسانيه جميله قوي لو احنا جبنا اكل جاهز ما خليهاش بقى تقف طول النهار تطبخ. ولو هي عملت اكل يا ريت احنا بقى مثلا نجيب قالب جاتو او تورته معانا، بحيث ما تفضلش برضو واقفه طول اليوم في المطبخ تعمل لنا تعمل حلو. حلويات، خصوصا لو في احفاد وعارفه ما بيحبوا الحلويات، فدايما هي عشان بتحبهم قوي هتفضل واقفه تعمل. احنا جايين بحاجتنا معانا. ايوه احنا جايين عايزين بحاجتنا نريح، معانا عارفه عايزين تقعد معانا اليوم ده تفرح بالظبط، بينا وباولادنا يعني على وباحفادها الاقل نريحها في اليوم ده. بالظبط. تمام. وزي ما نقول من كمان زي ما قلنا فن اختيار الهدايا، في فن لف الهديه بقى. يعني هل ده بقى فعلا دي ماما ودي حماتي، ممكن ان انا دلوقتي ان انا يعني اقول خلاص مش مشكله، ما هي ماما ايوه اخدها لها يعني تحت باطي كده واروح يعني، فاهم؟ لا هنا بقى بيدخل اللي هي الاتيكيت، ايه الفرق بين انت واحده مثلا عندك اصول اتيكيت وواحده لا؟ انت هتجيبي الهديه في كيس بلاستيك وتقولي لها اتفضلي يا ماما او يا حماتي، هي تفرح اوكي بس مش هتدي اثر حلو زي ما لو انت مهتمه لازم تهتمي، اصل هو يوم واحد في السنه بالظبط. بتلفيه لفه شيك طبعا، الكارت شنطة حلوة. شنطه حلوة حتى لو مش لفه ممكن شنطه شيك ايه، طبعا الكارت المعايده الصغير بيحتفظوا بالحاجات دي فعلا، طبعا يعني عارفة بعد شوية بيبقى ذكريات وبيطلعوها يتفرجوا عليها. حقيقي. وانا كمان بعمل لفته جميله قوي، يعني انا بخلي بقى اللي بيكتب في الكارت اولادي ليهم، تمام. فتخيلي بقى لما يفتحوا لقوا خط الصغير بتاع احفادهم اللي كاتب كل سنه طيبه يا نانا او يا تيتا، مش حلو عايزه اقول قوي. لك بيفرحوا قد ايه من الكلام بتاعهم الصغير بخطهم الجميل بيحتفظوا بيه. وفي طيب بمناسبة انك انت قلتي لي ان الاطفال الصغيرين بيبقوا معانا، هل ان انا اروح ادي الهدية بنفسي ولا اخلي ولادي هم اللي يشيلوا الهدية ويروحوا يدوها بالظبط. لنا؟ ايوه دي بتبقى اجمل بقى كمان. لا ممكن احنا بنجيب مثلا هديتين، هديه اللي هي القيمه اللي انت بتاخديها، بتاعتي انا. والاولاد الصغيرين بتبقى حاجه تانية رمزيه هما بيحبوا يديها لنا، حسب بقى مثلا زي ما احنا قلنا ممكن مثلا بوكي ورد، ممكن هما اللي يمسكوا مثلا التورته، احنا جايب لك تورته النهارده يا نانا مثلا النهارده. بالظبط. ايه كمان حلو قوي لما هي تفتح الهديه ودايما بصي بصي لفتات بسيطه، او لو حاطين رشه برشم جميله تبقى عارفه هي وهي ان بتفتحها ريحتها حلوه. العين والانف الرائحه مع النظر بيفضل العقل الباطن يخزن قد ايه بالظبط. الهديه دي كانت جميله لما تفتحها وتشم ريحتها مع المنظر الشيك،
مهما حتى هديه بسيطه ومش غاليه كده ده تفرح جدا. بيبقى كمان لما بتيجي تشم البرفيوم تاني في وقت تاني حتى لو مش قصادها الهديه بالزبط. بترجع تسترجع الهديه وتتبسط. بالظبط ده حقيقي. وكمان عايزه انوه طبعا معظم يعني الابناء اللي عايشين بره مسافرين وزوجاتهم معاهم، يا ريت اليوم ده لو الزوجه تهتم وتتصل بحماتها ومامتها وتبقى عامله مكالمه دي طويله، ما تبقاش بقى سريعه زي تمام كل يوم، تبقى طويله وتقول لها قد ايه انا مفتقداكي وكان نفسي ان انا اكون وكان نفسي اكون معاكي. معاكي في اليوم ده. او من الجهه الاخرى من الاخرى مثلا زوجها اللي هو يعني الابن يبقى متفق مع اخي ليه مثلا يبعت له مبلغ من المال، انا عايزاك بالظبط تجيب لي يبعت له اليوم الهديه ده بتاعته. هديه لوالدتي وتكتب كارت وتديه لها وانا هتصل بيها واقول لها يا ماما انا جايب لك النهارده هديه مع اخويا هيديها لك. بالظبط يا قد ايه هتفرح بتبقى وتحس حلوه قوي ان هي غاليه عنده وان هو افتكرها حتى وهو حتى مسافر. هو بعيد. حقيقي تبقى طيب جميله قوي. النقطه بقى اللي بيبقى عليها الخلاف في كل البيوت ايوه وبنبتدي نبقى فيه مجزره يعني، وساعات بيبقى اليوم بيقلب بطريقه مش حلوه خالص ما بين الزوج والزوجه، بيبتدي يقول لك بقى هنروح لمامتك الاول ولا مامتي ايوه الاول، المفترض ايه والصح ايه؟ لا بصي هو بيبقى حسب، هنا بيبقى حسب الاتفاق تمام وحسب مين الاقرب في الابعد. يعني لو الابعد بنروح له الاول، يعني مثلا حماتي في محافظه تانية لا تمام بنروح لها الاول واحنا راجعين بنروح لوالدتي اللي هي قريبه ليا، او العكس صحيح لو انا تمام لوالدتي في محافظه تانية بنروح لها هي الاول واحنا راجعين بنروح لحماتي. هنا بتبقى حسب الاتفاق بين الزوج والزوجه. والزوج فطبعا عشان ما يحصلش سوا يوم واحد في السنه فعايزين الناس كلها تبقى فرحانه ومبسوطين ومبسوطه، يعني ما مش يبقاش لازم في نقف مشاكل. على البوينتس البسيطه دي ونزعل من بعض. يعني تمام حتى واحنا رايحين لهم ما نبقاش احنا شادين مع بعض ومتوترين. احنا وممكن تخيلي يكون في حل تاني ان انا ممكن مره كده ومره كده. ما احنا مشكلة ان احنا عايزين نروح لهم في نفس اليوم لا عشان ما ما اقصدش، نزعلش حد. اقصد ان هو حتى لو هيبقى مثلا سنه لو قصدك. هما مثلا موجودين سنه كده، احنا السنه اللي فاتت مامتك الاول يبقى نروح لمامتي الاول المره دي. ممكن حتى كمان يعني ما احنا دايما نقول الاتفاق دايما يعني احنا لازم نروح مبسوطين ومبتهجين. تخيلي وانا بدي الهديه لحماتي او والدتي وهي حاسه ان في خلاف بيني وبين زوجي او ان احنا متضايقين من بعض، هي مش هتبقى مبسوطه. اكيد طبعا. فعايزين نروح يعني عارفه في ود وحب ويوم سعيد ويوم جميل. وكمان الحما جميل قوي قوي لما تفتح الهديه قدامك. بالظبط وتشوفي الفرحه والسعاده بالظبط في عيونها وهي بتفتح الهديه. بالظبط. يمكن ده بياخدني لسؤال، ازاي ان الشخص اللي قدامي طريقه فتحه للهديه، بفتحها قدام الشخص اللي جاب لي الهديه ولا بستنى بكون لوحدي ولا لا؟ يعني الاتيكيت في كده ايه؟ طب احنا هنا بقى هنعمم الموضوع على كل الاشخاص اللي بالظبط. احنا بنجيب لهم الهديه. بصي دايما في ناس تفهم غلط تقول لا انا عيب افتح الهديه قدامه لما اروح البيت او لما ادخل اوضتي افتحها وبعدين ابقى اقول له رايي. طبعا ده مش من الاتيكيت خالص، انا بالعكس شايفه ان هو مش حلو. حقيقي لا ده انا بفتح الهديه قدامه. وبرده في نقطه بسيطه، حتى لو الهديه حاسه ان هي مش مناسبه او مش عاجباكي ما يبانش على وشي. ابدا ما تحرجهوش، لازم تبتسمي واديه وتقولي له شكرا جدا جدا. وفي اقرب فرصه لازم تردي الهديه لان زي ما اكيد قلنا تهاد وتحابه. انت جالك هديه انت برده بتردي الهديه في الوقت المناسب، مش شرط انها اجيبها له برده على طول هيقول لا دي بتردها لي عشان ما يبقاش مثلا علشان ما يبقاش عليا ليك حاجه، لا بتبقى شكلها مش حلو بالظبط. ومش او لطيف. تستني بس يبقى في مناسبه برده، في عيد ميلاد في اقرب حاجه مناسبه ليه اقرب مناسبه بتبقى افضل واشيك وارقى كمان. يعني. معنى كلام حضرتك ان احنا دلوقتي انا لو جايبه لك هديه ببقى عايزه اشوف فرحه الهديه في عينيكي بالظبط. وانا موجوده معاكي دلوقتي. ويا سلام كمان لو احنا اتقابلنا المقابله الثانيه كنت مثلا جايبه ساعه ولابسه ولابسه الساعه، اي مثلا اكسسوارز ولابسه الاكسسوارز، عارفه بتبقي مبسوطه جدا ان هي بتحس ان هي اهتمت بالهديه ولبستها قدامك فبتبقى فرحانه جدا. طيب دلوقتي بالنسبه للهديه زي ما قلتي لي من شويه، خلاص انا دلوقتي الهديه مثلا مش عاجباني او الهديه خلاص انا يعني مش هتنفعني، المفترض بتصرف فيها ازاي؟ هل باخدها انا كده كده طبيعي هاخدها منه وهسكت، ده حقيقي. هل ينفع ان انا اهديها لحد تاني ولا لا من الاتيكيت ولا لا؟ طب بصي هو حسب برضو درجه قرب الشخص. يعني لو انا جايبه لحد اخواتي برضو قلنا والدتي حماتي، بعد فتره بعد الاول ما بتفرح وكده تقول لك بصي انا اللون ده يعني مش هيبقى مناسب لسني، تعالي ننزل ونغير نفس، هاتي نفس مثلا الشال بس انا هغير اللون حاسه انه مناسب. دي ما فيهاش مشكله خالص لان تمام. احنا اخلص في بينا عشره ويعني خلاص احنا اهل فما فيهاش اي احراج. بالظبط. لكن لو حد بعيد غريب عني لا ما ينفعش خالص، مش من اتكلم ان انا احرج واقول مش مناسبه ليا، مش قادره اقول لك قد ايه هيتكسف جدا. لا هي انا مش ممكن هقول، بس الفكره كلها في ان انا دلوقتي اخدت الهديه وخلاص وشكرته والدنيا لطيفه، بس انا مثلا مش هستعملها وشور مش هستعملها، هل ينفع ان انا ممكن احتفظ بيها واهديها لحد تاني يعني مثلا المناسبه لحد تاني بعيدا عنه بس لازم تماما؟ يكون بعيد عنه تماما لان بالظبط. هتبقى في حرج كبير ان يشوفها مع حد تاني قريب ليه. طبعا لاني طبعا يعني انا اصل انا هستفيد بيها اصل ايه لو انا خساره. حطاها بالظبط يعني وممكن اتبرع بيها لحد غلبان محتاجها. اكيد. ان فانت ساعات يقول لك ايه الهديه لا تهدى،
هل ده من الاتيكيت؟ انا مش شايفه ان هو لا، يعني ما احنا بص احنا في عصر السرعه ولازم يكون احنا يعني نتصرف بسرعه. انا خلاص خدتها بس مش عاجباني، هفضل ارميها طول العمر مثلا في دولاب او درج؟ لا طبعا. اكيد في ناس مثلا يعني مش هزنقول غلبانين، لا، بس ممكن يكون ظروفهم هتكون محتاجه فعلا الهديه دي، فممكن انا اديها لهم ما فيهاش اي مشكله خالص، ويعني استفدنا بالهديه بالظبط. بتكون افضل. طيب دلوقتي لو تطرقنا بقى لحته بسيطه كده، عشان خاطر دي اكيد هتهم ناس كتيره جدا، احنا داخلين على اعياد الربيع ودايما بيبقى فيه لحظات حب جميله ما بين المخطوبين والمتجوزين، بالظبط. يعني ساعات بيحبوا يجيبوا هدايا. احنا داخلين برضو على شهر برضو يعني اعياد الربيع في مارس وابريل وشم النسيم، بالظبط. ممكن هل في هدايا ممكن تتجاب للمخطوبين او المتجوزين في الوقت ده، ممكن تعبر عن بدايه بقى ان احنا ربيع والدنيا حلوه والجو بذيع؟ طبعا دي طبعا حاجه مهمه جدا جدا طبعا، زي ما احنا قلنا ويبقى ليها اثر في النفس كبير قوي. يعني دايما الخطيب لو عايز يهدي خطيبته دايما بيختار الحاجه اللي هي تبقى برضو مناسبه ليها، وكمان تكون هدايا انثويه، مش يعني بيبعد عن الهدايا اللي هي الذكوريه او العامه او لاي شخص ممكن يجيبها لها، تمام. لا، يختار هدايا تكون خاصه بيها، عارفه بتحبها جدا، ممكن تشيلها بعد كده تستخدمها كمان بعد الزواج الرسمي، هي فبتبقى بس حلوه هي ما جدا. فيش مناسبة قوي، ممكن مثلا الوردة في اللحظة طبعا. دي تسد، ولا يعني بوكيه الورد مثلا، ولا يعني لازم برضو أكون جايبة هدية؟ ايوه طبعا، بوكيه الورد مع الشوكليت طبعا غاليه شويه، معلش يعني فتره الخطوبه لازم يبين اجمل ما عنده، برضو دي بتبقى جميله قوي. وزي ما احنا قلنا لو هي عايزه تهدي خطيبها، زي ما احنا رجعنا ان قلنا في الاول الجلود دي احسن هديه للرجال، سواء بقى للرجال الشباب او او مثلا الكبار. متوسطين او الكبار، دي بتبقى احسن هديه ليهم، فدي بيبقى اختيارها سهل جدا. لكن هي هدايا الانثى عشان كتيره ومتنوعه فما بيغلبوش فبتبقى بصراحه، بيبقى عندهم حاجات كتيره جدا ومتنوعه بيقدروا يختاروا منها كتير ده قوي. حقيقي. طيب في عجاله سريعه بقى كده، عايزه اعرف من حضرتك الهديه لكل الناس دلوقتي، لو انا عايزه اهادي حد في مناسبه سعيده، اجيب حاجه غاليه ولا اجيب حاجه رخيصه؟ لا بصي، ده هنرجع نقول طبعا الهديه مش مهم انها تكون غاليه خالص، اهم حاجه ان هي تكون قيمتها فيها، ولازم استخدامها على المدى البعيد يفضل معايا طويل تمام عشان يفضل اثرها معايا. وبعدين عايزه اقول بقى نقطه بسيطه جدا، ساعات تمام الناس بتفتكر لما انا ادي هديه لحد ظرف فيه مبلغ مالي، في ناس ما بتعرفش دي تشتري، نقطة مهمة جدا. في ناس ما بتعرفش تشتري خالص او ما بتعرفش احتياج الشخص ايه، في ناس ده يقول من لك الاتيكيت؟ عيب عيب انا ما اقول هدي له فلوس. على فكره يا جماعه والله دايما انا اقول مش عيب اطلاقا، ده أنا مش شايفة إنه مش شياكه عيب بصراحة. ابدا. انت بتحطي مبلغ اللي انت كنت عايزه تجيبي بيه الهديه ايا بالظبط كان كبير او بسيط، بتحطيه في ظرف مع كارت برضو اللي انت كنت هتكتبي فيه الكلمات بالظبط، بتاعتك المعايده بتاعتك وبتديه له وهينزل يشتري الحاجة اللي وهيشتري هو حاببها بالظبط، واللي هو وانت عايزها. كده ارتحتي بقى من التفكير ومن الهدايا، وتبقى اثرها جميل جدا، واكيد برضو في مناسبه ليكي قريب هيردها لك. فعايزه اقول لكم يا جماعه مش عيب اطلاقا وعادي جدا. وعادي جدا. في نهاية اللقاء أنا بشكرك جدا دكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة الاتيكيت المعاصر، أنت نورتينا حبيبتي النهاردة وفعلا بنورك. بجد ادتينا معلومات وحاجات جديدة يمكن ناس كتيرة جدا ما كانتش عارفاها. عارفة يا حبيبتي، أنا نورتيني. سعيدة بيكم جدا، وكل سنة وأنت طيبة وكل المشاهدين طيبين وكل وبخير يا الأم رب. طيبة وأنت طيبة. حبيبتي ميرسي ليكي أوي. ميرسي ليكي قوي. في ختام الفقرة بحب أقول لكم إن الهدايا فن، واختيار الهدية فن. الشخص اللي قدامك بيحب جدا انك انت تهديه ولو بحاجه بسيطه. رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا.